أنا شيعي الأخ أستاذ وليد. اتفضل. متشيع يعني؟ نعم، متشيع. طيب، هل علي حياك بن الله أبي طالب أستاذ. رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم بالكسر أم لا؟ ثانية فقط أستاذ وليد، أريد أن أوجه كلمة أولا إلى الشيعة. أقول للشيعة عندما تدخلون على الشيخ وليد تأدبوا من فضلكم، شرفوا مذهبكم، بلاش كلام سوقي وعلم، فليتفضل يناقش الشيخ، ولم أو له أستاذ فسؤال فليوجه له السؤال، بلاش كلام سوقي، شرفوا منهجكم ومنهجنا. هذا أولا، أتكلم أنا شيعي وأقول هذا للشيعة، معذرة إلى الشيخ مما تفعلونه. الشيخ أنا أعتذر لك لا لا، ما فيش حاجة إن شاء الله. نيابة عنهم. الشيعة ليسوا سواء أيضا. الشيخ، أولا سؤالك اليوم ما هو؟ سؤالي هو، هل علي بن أبي طالب والحسن والحسين يعلمون كسر ضلع الزهراء أم لا؟ نعم الشيخ، دليلك أعجبك فيما أعلم. دليلك أنهم يعلمون. أولا أنا حسب اطلاعي من كتب الشيعة ومن كتب السنة أن عمر بن الخطاب حاصر البيت وأحرق وكسر يا في غالي، معركة أنا الشيعة سؤالي حسب واضح، علمي. أنا سؤالي أما واضح، عند أنا سؤالي نعم واضح، هل علي بن أبي شيخ طالب كان يعلم بكسر ضلع الزهراء؟ قلت نعم. قلت أين الدليل؟ أين الدليل أنه أعطيك يعلم؟ الدليل يا شيخ، أعطيك الدليل شيخ. وعند السنة قالوا فقط عمر حاصر فقط ولم يكسر، أما الدليل عند الشيعة فقالوا كانت لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه وصية من رسول الله أنه سيصبر على المظلمة التي طب اتفضل اقرأ لنا الوصية. يظلمون من بعده. هذا صحيح أم لا؟ اتفضل اقرأ لنا الشيخ الوصية. أنا طيب أقول لك اتفضل هذا اقرأ لنا دليل كما الوصية. اتفضل اقرأ لا لنا الوصية. حرفيا الشيخ، أنا لا أكذب عليك الشيخ، اطلعت عليها ولكن يعني متشيع جديد، ليست لدي المصادر، ولكن الشيخ لدي سؤال لك. أعدت الخدمة شيخ؟ الله المستعان. أنا أنت لسه والله جديد. الشيخ لسه جديد في التشيع. وقرأت عندي اليوم الوصية. أقول لك أنا سؤال الوصية إيه؟ واحد الوصية طيب حق، أولا. أقول لك أنا الوصية إيه؟ شوف هتدخل دماغك ولا لأ؟ أقرأ لك تفضل الوصية. الوصية: يا تفضل علي، إن تفضل انتهكت حرمات تفضل الله فما تتدخل، لا تتدخل. يا علي، إن انتهكت حرمات الرسول لا تتدخل. حرمات الله يعني حدود الله، لا تتدخل. إن انتهكت حرمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه لو سب النبي صلى الله عليه وسلم ما تتدخل. يا علي، لو انتهكت حرمتك ما تتدخل. حرمتك وحرمة بيتك ما تتدخل. يا علي، إن ضيعت السنن لا تتدخل. يا علي، إن مزق القرآن الكريم لا تتدخل. يا علي، إن هدمت الكعبة لا تتدخل. ما تتدخلش يا علي، بالله عليك، دي وصية؟ لا، هذه ليست وصية يا شيخ، ولكن هم يقولون أنهم واجههم سلام الله عليه وصدهم، ولكن عنده وصية ألا يحاربهم، يعني صبرا. ما هي دي الوصية؟ فين وصية؟ عندك وصية تانية غير دي؟ عندك وصية تانية غير دي؟ الشيخ، لا ليست عندي سؤال لك يا شيخ. قول لي، عندي سؤال. ما فيش مشكلة، يعني سيبك من اللي فات بقى ده، قول له اتفضل، نعم عندي سؤال. لدي سؤال لك يا شيخ. نعم الشيخ، عندي سؤال لك. الشيخ عندهم سؤال محوري إن صح التعبير. هل يعني أنت لديك، وأنا أحبك في الله، أقول لك لماذا؟ أولا لأنك إنسان شجاع، أنت ورامي عيسى وأشرف غريب أنتم شجعان، أقولها لكم صراحة، لأنكم تواجهون في مشايخنا وهم لديهم علم وأنتم لديكم علم، ولكن هنالك شيوخ من السنة يعني جابونه إن صح التعبير. أما أنتم والله أنا أذكركم بالخير، أقول هؤلاء الشيوخ عندهم شجاعة وعندهم أدب علمي، هذا ما حتى تفك هذه النقطة الغامضة بين المسلمين. أما السؤال لك يا شيخ، أظن أن لديك اطلاع على حقائق التاريخ ومستجدات الواقع، يعني هل صحيح يا شيخ، أسألك بالله، هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصى على علي أمير المؤمنين واغتصبت الخلافة منه؟ تفضل، أنت أظن أنك شجاع يا شيخ، تفضل وجاوب، هذه أمانة في بص، رقبتك والمسلمين، المسلمين اليوم في رقبتك، تفضل ماشي. وجاوب. علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأخرج من حول الله وقوته لو كنت أشك لحظة في أن علي بن أبي طالب اغتصبت منه الخلافة. يعني رسول الله لم يوصي عليه. هقول لك ليه.
تعال نحسبها عقلا كده، تعال نحسبها عقلا ومنطقا. أليس عند الشيعة أن علي بن أبي طالب هو نفس النبي؟ نعم. أليس هو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين عدا النبي؟ نعم. يعني هو تساوى مع منزلة النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منه، تمام؟ وكل علوم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنها في علي. لو سألنا سؤال منطقي، لو سألنا سؤال منطقي، هل يستطيع أحد المنافقين أو الكفار إجبار النبي صلى الله عليه وسلم عن التنازل على خلافة الأمة أو يبايع بيعا مكرها؟ لا. طيب هل يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل فعل عمار بن ياسر إذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بالنبوة ويكفر بالتشريع ويكفر بالله؟ لا. لأن الأنبياء والمرسلين يأخذون بالعزائم، يأخذون بالعزائم. يعني إيه بالعزائم؟ يعني ما ينفع يكفر بالله عز وجل، يقتل ولا أنه يكفر بالله، أي يكفر بدعوته، يقتلون ولا أن القرآن الكريم محرف في أيامهم، يقتلون ولا ينفي الرسالة أو النبوة أو يبايع أحدا مكرها، يقتل ولا أنه يبايع، لأن البيع وإن كانت مكرها دين فيها شيء من التأييد الضمني للحفاظ على النفس، لكن إحنا كمسلمين لنا أن نفعل ذلك كما فعل عمار بن ياسر وهو مطمئن، قلبه مطمئن بالإيمان. فالذي يفعله الأنبياء والمرسلين لا يفعله المفروض الأئمة. فكيف علي بن أبي طالب بالمواصفات اللي إحنا قلناها، ونزيد على المواصفات دي كمان إيه؟ أنه يعلم ما كان وما يكون ولا يخفى عليه شيء، وأنه يعلم متى يموت ولا يموت إلا باختيار منه، يعني ما يموتش إلا باختيار منه، وله الصفات التكوينية كلها. فهل شخصية زي علي بن أبي طالب ديت تبايع مكرها؟ ما ينفع، هيجيلي من الباب حنط من الشباك، هيحاصر عليا المدينة هروح أي حتة أروح فيها مكة، هيحاصرني في مكة أذهب لليمن، لكن ما بيعش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم خرج حفاظا على دينه من مكة إلى المدينة، وأمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، ولكن لا يعطوا الدنيا في دينهم. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يمكث بين كفار قريش ويقول بقى لما ربنا يكرم أنا خليني مع أبو جهل وخليني مع دولة كده مستخبي في بيتي ولما ربنا يكرم بقى. ما ينفع الكلام ده، ما ينفع. ولكن في ناس بتروج الكلام ده لضرب الإسلام من الداخل من العمق، فيأتون بروايات أساسا مبهمة. يعني مثلا رواية غدير خم، هل تعلم أن علماء الشيعة قالوا أنها ليست قطعية الدلالة وأنها ظنية الدلالة ولا يبنى عليها حكم؟ تخيل، فالله المستعان. يعني حتى رواية غدير خم ولو تواترت يا شيخ، يا باشا التواتر ده شيء، التواتر شيء، وإننا هو فهم الرواية شيء تاني. طب أنا أسألك سؤال مباشر، هل علي بن أبي طالب هو النبي وهو الرسول وهو الإمام؟ لأن احنا قلنا أن صفات النبوة فيه وصفات الرسالة فيه وصفات الإمامة، لأن الإمامة عندهم أعلى من مرتبة النبوة والرسالة، صح كده؟ هو إمام، ها صح كده؟ هل علي بن أبي طالب يقول أنا لكم وزير خير لكم مني أمير؟ هل يقول إنما شورى المهاجرين وأنصار فإن اجتمع على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا؟ ما في حاجة تصدر، ما في حد منصب يقول الكلام ده، منصب يعني غصب عن أهلك، منصب غصب عنك. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، إيه النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نصبه نبي ورسول ولا لأ؟ نعم. هل من الممكن النبي يرفض؟ لا طبعا. هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أنا لكم وزير خير لكم مني أمير؟ ينفع يقولها؟ ينفع يقول إنما شورى المنافقين فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا؟ ما ينفعش.